الميركات يأكل أنواعا مختلفة من الحيوانات الثدية الصغيرة، لكنه يأكل الثعابين السامة أيضا، وهو حيوان خجول ومستعد للهرب دائما عند إحساسه بالخطر. يعيش الميركات في مستعمرات ضخمة تحت الأرض. في الصباح الباكر يستمتع الميركات بأشعة الشمس، لكن واحدا من المجموعة يبقى للمراقبة احتراسا من الحيوانات المفترسة كالعقاب. النمس القزم حيوان آخر يتغذى على الثعابين السامة.